فعلا احنا ما عندنا هدول النفايات الصناعيه او النفايات الملوثه. احنا كل اكتريه النفايات هلا حيخبركم عنها الخبره كمان هي نفايات منزليه. زياده ابي شاكر زبال. رولا اربان كنت مساعده زبال وعندي المبادره اسمها ليلى لوف ان اكشن اللي هي ويلبينج انيشيتيف. ديزيري كمان كنت مساعدة الزبالين وأنا actually environmentalist so بعلم أجيال سعادة نكون كلنا بركي زبالين إنه one day. سامي رافائيل بستعمل الزبالة أنا CEO تبع سوليكار اللي هي إعادة تطوير الورق. نجار كل مرة بدي أقول لزياد أخي تنكي صبحية في أزمة ببلد الزبالة بدنا نعمل شيء بدنا نعمل كامبين بدنا نعمل كذا بقول له إيه يلا يلا جاي مش لأنه زياد رفيقي بس لأنه عن جد بوثق فيه وبآمن إنه في حدا نظيف بعده عم يشتغل فيه. اليوم أنت بلشت بكامبين لحتى يكون في فرز بس ما كان في أبدا مساعدات من البلديات، اليوم بلديات انتخبوا وما كان في عم بيكون في مساعدات، اليوم مين يعني المين كي بهذا الموضوع لحتى يطبق كل موضوع الزيرو ويست؟ المينكي هو القطاع الخاص بالتعاون مع البلديات، يعني اليوم بلديات لحالهم ما بيقدروا يعملوا شيء والقطاع الخاص لحاله ما بيقدر يعمل شيء. بس القطاع الخاص هو دائما بيبادر، هو دائما عنده التطوير الصناعي وعنده القدره انه يقدر ينفذ شيء. اليوم البلديات كمان لازم تتعاون مع هذا القطاع الخاص وخصوصي انه تترك الشق الاستثماري، يعني اليوم في فاتوره في تورة هالإنفراستراكشر مين بده يدفعها؟ ما لازم الدولة تدفعها، يعني لازم القطاع الخاص يدفعها لهو يتحمل مسؤوليتها. وعلى فكرة يعني كمان الناس ما كتير بتعرف مصرف لبنان هلا عامل تعميم إنه بيدين بقروض كتير ميسرة لكل المشاريع اللي عندها كاركتير بيئي أو كاركتير تصنيع بيئي. يعني اليوم حيلا حدا من القطاع الخاص صار إذا بيوافق على الشروط مصرف لبنان بيقدر ياخذ قرض مدعوم على 15 سنه بفايده يمكن ما بتتعدى ال 1.5%. هيدا شيء كثير مهم لانه اليوم ما في حدا لحاله بيقدر يحل مشكله لبنان. اليوم اللي شفتوه هون بدنا 40 شركه تقدر تشتغل بكل زباله لبنان، 40 شركه عم يشتغلوا. قديش بدهم يوصفوا عالم؟ قديش بدنا نخلق لوكال ايكونوميك اكتيفيتي؟ مثلا هيدا المعمل اللي بيوظف 80 عائله، هيدا موجود بضيعه اسمها سرعين بالبقاع اللي ما بحياتهم كانوا شغالين هيك صناعات من قبل. سوليكار موجود بظهر الوحش، يعني منن هالصناعات ضروري يكونوا موجودين بقلب المدينه تنقدر نعمل هالشيء. زياد يوم الصناعيين بيتهموا كمان انه هن ملوثين، يعني ليك بس بدي احكي عن الشيء اللي صار هلا مثلا بالليطاني كل الصناعيين اللي عضد معامل هن الملوثين الاول شيء اللي عم بيزتوا بالنهر، فكمان في خوف من الصناعيين اليوم كيف يكون عندهم سوشيال ريسبونسابيلتي تجاه كل هدول لا استعملت المصطلح الصح انه الصناعي اللي بيلوث مش الصناعه اللي بتلوث. يعني اليوم الصناعي هو بيقدر يقرر وين يوقف البروسيس تبعه ويقول انا هول بدي كبهم او لا هول انا بدي اعالجهم. ما في شيء بيردع او الا القانون والا الضبط والا الفاينز القوية. بس في كثير انا بشتغل مع كثير انا مهندس صناعي على فكره قبل ما اكون مهندس بيئي، يعني انا دارس صناعه. المواد الصناعيه يعني بالصناعه ما لازم يكون في نفايات، يعني النفايات تبع صناعه وحده فيها تكون هي الماده الاوليه تبع صناعه ثانيه. فهمي أصلاً هذا البروسس فهمانينه بيعرفوه، يعني ما ضروري كتير تحكي أنت وياهم وقت طويل لأنه الزراعة البيزكس تبعها، يعني أول ما أنت بتوصلي على شقفة أرض هي الفكرة أنه أنت عم تاخذي منها شيء، بس تاخذي منها هذا الشيء يعني فقرتيها بمواد معينة يلي هي الأورجانيك مواد وكيميكلز تاخذهم البلانت منها بس أنت تزرعي. والفكرة هي أنه وانس تاخذيهم أوتوماتيكلي المزارع بفكر أنه يرجع يردهم. هلا اكيد اول شيء بيفكر فيه هو انه يجيب الكيميكلز لسوء الحظ لانه اكيد اهين واسرع وبيقدر يجيب الكميه اللي بده اياها، ويعني بيكونوا اكثر يعني عم بيفكروا بالشيء السهل. بس من زمان ولليوم الكومبوستنج هي شيء موجود وماشي حاله، يعني منه شيء مثل واحد عم يخترع البارود. اوكي الكومبوستنج از سمثينج فيري ايزي ولا اهين من هيك. الفكره تبعه هو انه كل شيء مواد عضويه بنحطه بمحل معين
بالاكتيفيتي تبع الحراره والهيوميديتي يعني شويه مي وشويه حراره البكتيريا بيعملوا هن لحالهم هذا الميكانيزم يعني بيحولوا الاورجانيك ماتر لشيء ثاني نحن بنسميه كومبوست اللي هو اورجانيك ماتر بس بتكون ستيبل اكثر. نحن باعاده تدوير الورق نحن من الستينات مش ولاد امبارح طلعنا فيها المعمل من 1960 يعني عمره 50 سنه وما فوق عندنا 180 موظف يعني 180 عائلة هذه بس تعطي شوية هيستوريك انه مش جديد امبارح اطلع حتى المعامل اللي شفتوهم اجدد واحد بال 2000-2003 مش انه ولاد ساعتها لان امبارح صار في كريزة هلا شغلة كتير مهمة نحن على مستوانا ما فينا نفرز عنا يعني في حدا بيننا وبين البيت اذا بدنا نسميه يلي عم بيلم من البيت عم بيجمعهم عم بيفرزهم هو عم بيحط البلاستيك الورق الحديد التنك اتسترا نحن بناخذ الورق وما بناخذ حياة لورق تيشو ما بناخذ يعني نحن بناخذ الكوريجيت بوكس اكياس الورق لعمل علب صناديق الكرتون صناديق البيتزا صناديق اللي بدكم اياها هذا اختصاصنا في غير معامل بتاخذ الورق نحن ما بناخذ مثلا جرايد في ناس بياخذوا جرايد في اربع معامل بلبنان كل معمل متخصص بشيء وهيدي اوقات عم بيصير في معنا مع البلديات بيجوا لعنا بقولنا نحن طلبنا من الضيعه مثلا يفرزوا حطوا لنا اكياس كل شيء ورا ما فينا ناخذه نحن منا مؤهلين لنعمل هذا الفرز يا البلديه بدها تفرزها تيجي تحطها كل وحده باطارها وهيك بتمشي العمليه علبه الحليب بليز هي منا كرتون هيدي بلاستيك على الومنيوم على شو ما بدكم بس ما فيها صنف الكرتون فكثير احيانا بتيجي لعنا بتقول لي ما بتاخذوهم يا جماعه هيدا منه كرتون منه ورق خطه رح تلحظ انه انتم تفرجوا كل الورق مع بعضه إيه مش بس ما فينا دغري ناخذ له اياهم لسامي بالخطه رح بيكون في شيء اسمه فرز سنوي يعني سكندري يلي هيدا كمان بيخلق كثير وظايف يلي هيدا رح يكون محلي يعني حتى عم نفتش على مستودعات او نعمل هنجارات حتى الاحياء بقلب المدينه يلي إذا تنقول في 70-80 بناية موجودين بهالمنطقة وعم يفرزوا نفاياتهم لأنه رايحين على تشريع إنه ما بقى نلم الزبالة مخلوطة يعني بده يصير في تشريع وبدنا نصير ندفع كل بيت على الشهر مثل ما برا يلي كانوا عايشين برا بيعرفوا إنه كنا ندفع بالشهر مشان الريسايكلينج ما فينا نحل المشكلة إلا ما نوصل لهالفاتورة هيدي لأنه هيدي الفاتورة هي رح تدفع لهال سكندري سورتينج سنتر يلي موجود ضمن هالحي او ضمن هالمدينه الصغيره اللي هو بيرجع بيفرز الحديد لحال وحتى الورق بيفرزهم بالكاتيجوري يلي بيخون واشياء بتروح عند سامي واشياء بتروح على البقاع واشياء بتروح لهون بس الحلو تبع كل هالمنظومه هاي انه البنيه الصناعيه موجوده وموجوده من 50 سنه يعني كان كل هالازمه ما كان لها لزوم فينا بس نتنظم شوي ونعمل سيستم لوجستي هي المشكله بهالاندستري كلها هي كلفه النقل اليوم هي قنينه المي اللي عم تشربوها هلا يعني هي اذا عم نحكي شيء بالخطه مزبوط هي بدها تطلع على 70 كيف بدها تطلع على 70 هون التشالنج الكبير يعني بدها تروح لمحل بدها تنضغط بده يتخفف حجمها بدها تصير بالي وبدها تنحط مع كاميون تيطلعوا بالقليله 10-12 طن منشجع البلدية انه ما يشتروا شيء هم يعني هو ما يستثمر كبلدية هو ما يستثمر لانه كان في كتير مشاريع فاشلة اجت ناس باعت البلدية equipment انه هيدا بيعمل XYZ طلع انه ما بيعمل شيء ودفعوا المصاري اذا سؤالك تشوفي وين بيطلعوا ريسايكل بالماتيريال شو بيصير فيهم اخر شيء طلع ببويات الزريعة ودير مداريك 90% منهم اذا مش اكتر هن فروم ريسايكل وبلبنان في يمكن شي 3-4 معامل بيعملوا منهم من المعامل الكبيره وبيصدروا لبرا هيدا على صعيد انه نطلع بالبو هلا اخر سرعه صارت وبلبنان في معملين بيعملوها الفرش خاصه الفرش اللي بتحطيه برا بالجنينات هيدا البلاستيك فروم ريسايكلينج على صعيد الورق جاست تو جيف يو ان ايديا 80% من الباكجز وورلد وايد فروم ريسايكلد بيبر وان بارانتيز بليز ورق الحمام نون ريسايكلبل الورق الحمام اللي بنستعمله نون ريسايكلبل هذا بروح غير محل اوكي فالورقه عم تيجي عم ينعمل فروم ريسايكلينج بس مش هذا مش جاي من الحمام
ما بتخيل حدا مننا مبسوط بالسم اللي عم تنشقه، وكلنا خايفين على حالنا وعلى اولادنا وعلى الاشخاص اللي بنحبهم. فعن جد كثير بسيطه شغله، من خلال كيس الزباله اللي موجود ببيتكم فيكم تحولوا لبنان لجنه. تحيين او شيء خيال، البنيه الصناعيه اللبنانيه موجوده انها تعالج اكبر عدد ممكن من المواد اللي فينا نستخرجها من النفايات. وفرجينا انه الموديل اللا مركزي كل اربع خمس بلديات يجتمعوا مع بعض ويعملوا مراكز فرز وتحميل هو السبيل الوحيد انه نحل هالازمه بطريقه نرجع نساهم بتخدير البلد ونساهم بالاقتصاد المحلي. ما في لزوم نحرق شيء، ما في لزوم نطم شيء. كل هالمواد هيدي اذا غيرنا نظرتنا لها واستعملناها على انها مورد فينا نرجع نغني البلد ونغني الطبيعه.